Bonjour. Bonjour les filles, bonjour les amis. Bonjour mes amis. Salam alaikum. Tabi'a kiram. اليوم هذا فيديو جديد ان شاء الله فلوق جديد طنجة مدينة طنجة. كما كتشوفوا طنجة يا العالية. طنجة يا العالية. طنجة. هذه طنجة، هذه مالباطا. هنايا الدخلة ديال طنجة من جهة القنار. طنجة كما كتشوفوا طنجة زيانت وكبرت وتصايبت وقدوها وتعطت لها واحد اليد واحد الرعاية ملكية سامية. هاد المدينة هادي تعطت لها واحد الرعاية كبيرة من طرف سيدنا الله ينصرو، وكبرت وزيانت وتقدت ولات واعرة. طنجة كما كتشوفوا هنايا، هنا كاين البحر، هنايا كاين الكازينو. هذا كيما غادي تشوفوا معنا هذا الكازينو هو هذا كازينو. هذه كلها ملابط على البحر كتشوفوا. نو اي نو خليكم معايا هنايا. هذه كلها بنايات على البحر. هذا الشارع كبير طويل عريض. هنا ما كنشوفوا. هذه هي طنجة بعد ما كانت مهملة. كانوا هنايا غير لي بوبيل. كانت هنا الدنيا خاوية. عطات لها واحد الرعاية كبيرة، رعاية كبيرة سامية، رعاية ملكية سامية كبيرة، ودارت هنايا كما كتشوفو هنا. فوالا كما كتشوفو هنايا ولات واعرة. يا سلام، معرفتش كاين هنايا شي معرض. هذا معرض، هذا معرض هنايا، شي معرض هنايا، شي معرض يعني درابو ديال الدول كاملة كاين هنا. هذيك باخره كبيره راه هي واحد كومانا بلا كوماريت اللي كتدي الناس. هذه هي طنجه. طنجه يا طنجه يا العاديه. هذه هي طنجه، وهنا كيف ما كتشوفوا هذه التستيفه ديال الملاعب القرب اللي دارت في هذه المدينه. هذه ملاعب القرب الوحيده اللي ما بقاتش عندها ملاعب القرب في المغرب هي فاس. ما عرفتش علاش ما دايريش ملاعب القرب للناس. هنا هي دي فيلا كما كتشوفوا. هذه كلها ملابطا، كلها مالا باطا. الحي جديد. هنايا واحد، هنايا واحد الباطو راه فينا هو. انا حاب نقربو لكم الباطو. هنايا قنطرة، هنايا تحت الارض باركين، تحت الارض. هذا هنا باركين تحت الارض. هاد الجهة هادشي اللي كتشوفو معنا، هاد الحديد كلشي باركين تحت الارض. هذا باركين تحت الارض كيما كتشوفو. طنجة ولات واعرة، ولات زوينة وزوينة بزاف. راه فينا كيف ما كتشوفوا معنا واحد الباطو، راه فينا هو الباطو. كما كتعرفوا، كيف ما كتعرفوا طنجة المدينة المغربية اللي كتوجد في شمال المغرب. بالنسبة للناس اللي ماشي مغاربة وكيتابعونا في هاد القناة، كنبغيونا نعرفوا لهم المدن. بالنسبة لطنجة، طنجة مدينة مغربية كتوجد في شمال المملكة. هي مدينة ساحلية كيف ما كتشوفوا. هنايا هذا الشاطئ، هذه كلها، هذا اسانسور كيهود لتحت، كيهود للباركين تحت الارض كما كتشوفوا. هنايا طنجة كبرات وبنات زوينه. هذو كلهم دي اسانسور كيهودوا تحت الارض لان كاين الباركين تحت الارض. هذه هنايا كلها تجور على الشواطئ، على الشاطئ كما كتشوفوا هنايا. هذه ميزون فولفو كما كتشوفوا. هذه مالباطا، هذه هي مالباطا. كتشوفوا واعره ومدينه كبيره وزوينه. هادو لي كومبلكس هنايا، كيداروا لي كومبلكس، كيداروا الكرا. بالنسبه للناس اللي ما كيعرفوش طنجة، كاين لي كومبلكس هنايا الكرا اللي كيبغي يكري. بحال دابا هنايا نوريكم هنايا، هنا حنا كنسكنو هنا، كنجيو الكومبلكس توريستيك الرابع او مركب الرابع كما كتشوفوا هو هذا. حنا كنجيو كنسكنو هنا لان عنده الواجهه الاخرى على البحر، وكتعجبني هاد البلاصه، كتعجبني بزاف حيت ساحليه وكتطلع على البحر. كتعجبني، كنجي نرتاح فيها مره ماشي ديما، مي مره على حسب الجيب وعلى حسب بيجي كيفما كتشوفو. هنا طنجة زوينة زوينة بزاف. هادي هي لا فيل نوفيل دو طنجة. سي سا، سي لا فيل نوفيل دو طنجة، هي هادي كيفما كتشوفو معنا. هنا كاين واحد المول كبير تا هو. هنا كاين دي ريستورون هنايا على البحر كيفما كتشوفو. هنايا الدنيا سيكيريزي كيفما كتشوفو معنا. هنايا هيلتون، ديور كبار وعمارات كبار. هنايا البوليس سيكوريتي. هنا كيف ما بغيت نقول لكم، هنايا راه كاين واحد الباطو. ها هو كنحاول نقربو لكم. هو هذا اما كوماريت ولا كوماناف ولا شي حاجه بحال هكذا. هذاك اللي كيهز الناس.
اي صح لكم هذه المعلومه كروازير هو اللي كيمشي كينعسوا فيه كيسافروا فيه بثلاث ايام ولا اربع ايام مدينه هذا مدينه في الريستوران ماكله لي مول فيه كل شيء استفقوا هناك استفقوا قال لك السيد اللي معنا واحد الشريف معنا استفقوا هذه السلسله ديال الاوتيلات هذه السلسله احنا وصلنا لذاك الكروازير هذه هي السلسله ديال الاوتيلات هذه كلها كنزة سولازور مهم كاع السلسله ديال الاوتيلات كلها طنجة هذا اللي بنيو قديم كله كيكون على البحر وهذا الريستوران كما قلنا هذا الريستوران نحاولوا نخدموا الريستوران اعتقد انه محطوط دروش هادي كلهم دي ريستوران هنايا غادي نمشيو هذا ريستوران ديال الحوت اللي ممكن تاكلو فيها هاد الطاجة في الفوق حاجة زوينة وحاجة نقية وجديدة كتبدا تحطو سلعة جديدة سلعة جديدة عندهم الريستوران باش زوينه عندكم هنايا كديروا هاد الكروفيت هذا بالزعتر بلانش واحد الطريقه زوينه بالبلانش هذا ياك شكون تقول لنا خويا هشام راه هشام الرباط معروف هنايا مرحبا بكم كان باب مع السبا اللي بغا يجي ريمونتادا مراس مليون عند عثمان ريمونتادا عند الرباطي هنا كيدير حاجه زوينه هادشي واعر ولدي ديجا طنجه وما كلاش كرافيت كرافيت بالزعتر ما كتشوفوا ديجا طنجه وما كلاش كرافيت بالزعتر ما كلاو والو يا ريستورون مشهوره واش الوالد اش قبل انا كرافيت بالزعتر نتمنىكم تجيو وتذوقوا ان شاء الله مول الكامبا بالزعتر يقدموا لك هذا البلا اللي هو واعر ما كتشوفوا معنا واعر يجيبوا لنا هذا البلا هذا الصينيه بلديه ولكن عامره بالتوت يا سلام فري واعر بحال كل شيء ومرحبا بكم عاد جيبوا لنا البصاله البصاله هي جايه نسقوا لكم حتى هي طنجه وغروب الشمس طنجه وغروب الشمس كتمتاز طنجه بالبنايات الكبيره ديالها ندخلوا في واحد النفق هو هذا وهذه هي طنجة سونتر طنجة سونتر فيل في اتجاه الخرجة ديال طنجة طريق الرباط هي هذه واللي ما كيعرفش طنجة يجي يشوف طنجة زوينة وعندها بنايات كبيرة وندي غيرك نيويورك هذا الملعب ديال طنجة الكبير وهذا ملعب ديال الكرة الملعب الكبير ديال طنجة هو هذا هذاك ديال الكرة وهذا ما عرف ديالاش هذا ما عرفته ديالاش المهم حتى هو ملعب كبير ولكن ما عرفش ديالاش هذه الخرجة ديال طنجة شوف البنايات شوف تبارك الله الطرقان الشوارع الطرقان ديالها شحال كبار طنجة وغروب الشمس ومن هنا مع غروب الشمس والخرجة ديال طنجة في اتجاه طريق الرباط سونتر فيل تحية كبيرة للناس ديال طنجة تحية كبيرة للطنجاويين تحية كبيرة 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 من قناة رجا نوفا إلى طنجاويين بصفة عامة وطنجاوة بصفة عامة ألوغ هذه طنجة سونتر فيل طنجة المدينة بعد ما كنا على الشاطئ جينا طنجة المدينة غنوريكم شي شوية طنجة سونتر فيل في اتجاه في اتجاه الرباط ديريكسيون الرباط غادي نخرجوا ان شاء الله في ندير لوتوغوت نخرجوا في العرايش كنخرج في العرايش دائما كندير لوتوغوت كنخرج في العرايش من العرايش ديستيناسيون فاس ندوزو على سيدي قاسم على مشرب القصيري سيدي قاسم فاس هنايا هنايا سونتر دو طنجة لا طنجة المدينة سونتر فيل ديال طنجة كيما كتشوفوا طنجة معلمة هي من فيها معالم تاريخيه كبيره لان هي محتله من طرف سبليون على بوك واخا خرجوا سبليون خلاو المسائل ديالهم هنايا وهي مدينه زوينه وكبيره وساحليه كتستقطب العديد من السياح وفيها سكن كبير وفيها معامل كثيره هي
مدينة كيف ما هي ساحلية هي مدينة صناعية بالدرجة الأولى من بعد كازا بعد دار البيضاء ودابا يمكن إلا غتحصل الرتبة الأولى في الصناعة حيت هنايا كتشد الشباب ديال المغرب كله تقريبا خدام هنا الشباب ديال المغرب كله خدام هنا فوالا فيها مصانع كثيرة كبرات ولات كبيره وهذه هي سونتر فيل هنا المحطه ديال الكيران كانت هنا الشمر يبوها يمكن غادي يعاودوا يصلحوها كما كتشوفوا هنا هي مدينه كبيره هنايا وهنا النفق هو هذا النفق كما كتشوفوا لتحت نفس النفق اللي كيديروا في تطوان كيديروا حتى في طنجه هذه مدينه كبيره كما كتشوفوا هذا هو سونتر فيل ديال طنجه ديريكسيون سي رابا والسلام عليكم وما تنساوش اختكم من ابوني ولايك ان كنتمنى وكنطلب منكم ان كل من شاف الفيديو ديالي هذا ولا الفيديو اخر اللي دخل القناه ديالي يشرفني بالضغط على الزر الاحمر للاشتراك راه مكتوب عليه سابوني ولا الاشتراك ومن بعد كتضغطوا ان شاء الله على الجرس باش توصلوا بكل جديد من طرف هذه القناه وتحيه كبيره ليا لكم اللي خطيكم عليا من داخل المغرب وخارج المغرب المغاربه والعرب وكاع العرب وكاع اللي يشوف القناة ديالي وكاع اللي كيبغيها وكاع اللي كيدعمني من المغرب او من خارج المغرب شكرا لكم كثير سالي وهذا الفيديو هذا بغيت نقدم واحد التحية كبيرة من الناس ديال طنجة والطنجاويين تحية كبيرة لكم وجبالة مدينتكم زوينة ورائعة وشعب وناس مضيافين ومكرمين وطيبين ومصوابين تحية كبيرة للناس ديال طنجة والشمال بصفة عامة وجبالة بصفة عامة والمغرب بصفة عامة كاع المتتبعين ديالي تحية لكم كبيرة 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 بزاف اللي خطيكم عليا والسلام عليكم وتهلاو في راسكم إلى الفيديو المقبل إن شاء الله والسلام عليكم ورجاء نوفا كتبغيكم بزاف وكنطلب منكم تدعموني بالاشتراك بالضغط على الزر الأحمر للاشتراك سابوني ولا الاشتراك وتفعلوا الجرس ان شاء الله باش توصلوا باي جديد من هذه القناه تحيه كبيره من رجاء نوفا لكم كاملين وشكرا والسلام عليكم.